مساء الخير واهلا بكل الساده المشاهدين في كل مكان. في يوم الاحد 18 ديسمبر تمكنت شرطه التحقيقات ببحري من القبض على اخطر شبكه من 3 شيوخ يمارسون الدجل والشعوذه مستخدمين صفحه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. يقومون بخداع ضعفاء بانهم يستطيعون تنزيل الاموال اليهم وقبض 16 مليون التواصل السوشيال ميديا. كلنا نتابع السوشيال ميديا وشايفين كثير جدا جدا من المواد دي بدون او يعني تدخل شويه يعني الظروف اللي عايشين. لو عملت بلاك فلان اللي نفسك تجاه كذا ممكن ده لانه انت ممكن تكون في مكان كويس تعمل كده وممكن ممكن تركب عصب فيها وممكن من كثير من الحاجة. خلونا نغش نخلط ضيوف اللي موجود الأستاذ على الدين النصير المباحث في الأمراض هي صحيحة كيف مع في يوم الاحد في موضوع شرطه يونس جديده ده القيمه اللي عاوزها في سبيل الله سبحانه وتعالى الوقت الذي فيه دائما العاصي سبحانه وتعالى حتى لا كثر هذا الخبر سبحانه وتعالى ما يفضح لسان أول وهي في الجرام اللي عمله وجل وشعوز فدي يعني إذا صار حديث الناس. حديث الناس دجل وجزا وسعي إليه في موضوع كأنه يعني نفاس صحيح بالله ممكن تعمل ولا تعملك إلا من مقابل إن هي تشيل الحاجة اللي عندك لأن هما بعد عن بحق الله سبحانه وتعالى. طيب منذ على السماء فضلنا بعضكم بعض الله تعالى يعني يعني قال ان الله على عمران على العالم على بعض الرجال نصيب والنساء تعرفوا الشيء اللي عايزينه الأصدق بين أن يجحل الفلاني والفلاني زي الآن بروجوا لا ست الودي هات الودي هاكي الودي أيوه صح لي كشكشي أيوه. شو فيه لو ما لو ما في لو فيه شيء ما تختشي أيوه. الله سبحانه وتعالى قال لك اختشي الآن بقي يروجوا له الآن بالفنانين صح أنا اللي واحدة برضو من بين الفلغ والناس أيوه قالوا لي الشيخ يقرأ لي أوراد يقرأ لي ياسين فبقى الآن المجتمع هو اللي بيروج للسحر وللسحرة يروج للسحر والسحرة فعشان كده المفارقات ذاتها أكيد أيوه. عوام الناس الآن بيقوا شنو
ما دام هي الان مروج لها والفنانين بيجوا يروجوا لها فنحن نمشي صارت بين الناس اسرع طريقه للعلاج او اسرع طريقه لانه انا اكسب الوظيفه او القى العروسه الفلانيه نعمل الموضوع ده نعمل الموضوع اضر فلان ما اضر فلان احصل كده ما يشكل. طيب استاذ يونس انا داري اجيب في حته برضه للساده المشاهدين يعني نحن دارين نبين الفرق بين الدجال والساحر من وجهه نظري بسيطه في فرق كبير الدجال ده هو عبارة عن شخص محتال يعني عارف تفاصيل المجتمع رجل ذكي جدا جدا والساحر يستخدم بعض الطلاسم الممنوعة والمحرمة إذا جاز لي التعبير في حل بعض القضايا المتعلقة بالشخص الطالب الغرض. طيب الفرق بينهم طيب. طبعا ما بيعرفوا إلا الزول المتخصص والباحث يا ريت يعني ده على حسب فهم الناس أنا قلت لك ده يتشابهوا في الحركات وفي الأفعال لكن في الحقيقة أنا ما وصلت إليه من معلومة أن السحر شبهته بالتوكيلات الشركات توكيلات الشركات توكيلات الشركات الشركة ما بتدي التوكيل توكيلين في مكان واحد ما بتديهم عرفتها؟ يعني مثلا شركة بتاعت أجهزة يعني كهربائية مثلا دايرين في الخرطوم مثلا ندي أيوة زول يبيع أيوة دايرين في الخرطوم مثلا ما عنده شروط أيوة دايرين في الخرطوم مثلا زول نديه توكيل لشركة مثلا أجهزة كهربائية مثلا يلا الشركة إذا قام خالفت الشروط بتاعها تلقى التشاكس بينهم والتنافس وغلة شنو؟ غلة الأرباح وغلة العمل يضعف العمل كذلك الجن كثير من الناس يدعوا أنه عندهم معرفة بالغيب وعندهم معرفة بالجن لكن السحرة هم الناس المسكوا طريق السحر وتعلموا السحر الممنوع طبعا ده من الأشياء التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع فالسحر هو السحر هو العلم الذي لا ينفع كيف تسحر وكيف تتعلم لأنه فيه ضرر صح يا نعم فيه ضرر لأن أيوة. الله سبحانه وتعالى قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ودي من أكبر الأشياء تفكك الأسر صحيح يحصل تفكك ده حاصل بمناسبة يا يونس كثير نعم نعم أيوة. انت لو جيت يعني مثلا لاحظنا كده في مجتمعنا لو مثلا ما هو من من أيوة. من 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 حس الان نقول مثلا العين ايوه العين هي عين اعجاب وعين حسد والاثنين يحصل شنو التاثير بهم عين الحسد الحاقده دي هي اللي تترك لنا أثر نفسي مرض عضوي لكن عين الإعجاب دي سريعة الخروج إذا الإنسان قرأ شيء من الأوراد ورجع ورسول أمرنا بالتحصيل يعني أيوة الناظر بعين العجب إذا قالوا له يا أخي اتق الله يتق الله لكن الناظر بعين الحسد ده ما مكابر وعنده قصد زي القتل القتل العمد والقتل الخطأ بالضبط الأشياء دي تتشابه هسه لو جيت مثلا 130 131 ليس قريبات لبعض في الارض فيلا ده قصد القتل وذاك ما قصد القتل لكن في النهايه هو قتل فالدجال هو الذي يدعي بانه يملك الجن وفي الحقيقه هو الجن الذي يملك الدجال كل دجل لكن ذاك واصل مع الجن بشروط كفريه عمله فنال التوكيل وده لسه مبتدئ يدعي انه هو عنده هذا الكلام ويسعى للتوكيل ليه طمع وجهل يحتاج شنو الوصول للمرحله دي فما يصل له الا ان يكفر بالله سبحانه وتعالى اذا كفر بالله الشروط تختلف من دجال لاخر في ناس يشترط عليهم ترك صلوات وفي ناس يشترط عليهم زينة بالمحارم وفي ناس يشترط عليهم قتل لأن لو في مرة كان ما أعرف دولة من الدول ولا في سوداننا في قريت في واحد
الدجال طلب منه أن يقتل مؤذن المسجد. لا حول الله. وفي وقت معين في وقت صلاة الصبح. لا حول الله. فقالوا لما نجوا في الجريدة كده مكتوب الكلام ده لقوهم يعني مرقد على ظهر على بطنه وهو راقد على ظهره وندمان على الفعل دي. لأنه قبيل كان داير يحقق هدف أطماع داير دنيا داير سلطة داير الشيء اللي خلاه يمشي للدجال ما معروف. فيلا بعد ما يعمله هنا الجن والشيطان حققوا ما أرادوا. لكن يحصل بعدين للإنسان العواقب والقتل طبعا إذا وصل النائب من الكبائر طبعا. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يرق دما. فالموضوع هو موضوع تنافس على الباطل زي تنافس التجار في التجارة. صحيح. في منهم صاحب رأس المال القليل وفي منهم صاحب رأس المال الكثير وفي منهم المورد العالمي. صح. فالسحر بنفس التشكيلة دي درجات. والباحث في عالم الجن أصحاب طرائق غدر عندهم عقائد مختلفة عندهم أشكال مختلفة عندهم يعني مكانات مختلفة. في منهم الفقير وفي منهم القني وفي منهم المنبوذ وفي منهم المهاب. بينقوموا الجن بالضبط يشبه عالم الإنس. تمام. طيب السؤال في منحة آخر يعني في مجتمعنا يقول لك فلان ده أو فلانة دي لابسة جن أو فلانة دي كذا يعني ممسوسة أو فلانة دي معمول لها عمل يعني فبالتالي تمشي طوالي لشيخ رجل متفقه في الدين يعني حافظ ده كتاب الله يتلو عليها آيات الله أعتقد الاتجاه ده ما فيه إشكال. أكيد. أيوة الإشكال في أنه فلان تمشي للشيخ بأنه والله يا أخي أنا داير أتزوج وأنا مش عارف داير أعمل كده وفلان داك دايراه وجيبوا لي وكذا 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 وكذا. الفرق بيناتهم كبير كبير شديد وشاسع. أيوة. الفرق بين الدجال والمشعوذ وبين الراقي الشرعي. أيوة صح. أيوة. الدجال هو دائما لما تمشي له أول حاجة بيسألك من اسمك اسم أمك بيطلب منك ذبيحة بيطلب منك صورة بيطلب منك فاحشة تمام ويطلب منك أموال تمام كبيرة جدا يقول لك خد حاجة أديك مثال مثلا أيوة عند في واحدة غرى الجزيرة قبل 3 سنوات أيوة فمشت لها أم مشت له أم وسعيقة بنتها مشلولة سافرت بها كل الدول تمام ما لقت العلاج فمشت للدجال ده في الجزيرة وقال لها والله أنا عشان أعالج لك بنتك لازم أعمل حاجة واحدة تمام تديني وقية بتاع الذهب و3,645,000 جنيه سوداني فبعديها بايع على الطريقة بتاعته اللي هو شغال بيها ولبسها هي وبتها وباقي الشلة جات معهم والبيت قامت على حيلة قامت على حيلة أيوة. لكن بعدين بعد ما قامت الحيلة صشي أيوة. تمام هو ممكن تقوم أيوة ممكن تقوم ما هو جاب لها خادم لسحر أو سحر أو جن أكبر من الجن اللي عندها تمام وبدأ ده بيهرج في ده الله ما تقوي ما أنا ما أخليك كده مثال يعني بعدك بقى في نوع من بقى نوع من التعارف بين الجن أيوة صح تمام شغل بيناتهم قامت أيوة. وصلت البيت الخرطوم أول ما جات الخرطوم ده تخش الحمام فقامت قالت الحجاب اللي أنا لابساه ده هو قال قرآن فأنا عشان أخش ما أخش بيني وبين الله في حساب أخلي برا ولا كذب عمو الشيخ عمو الشيخ ايوه فهم بسموه الشيخ وعمه ولا أيوة. الصالح صح فبمجرد ما خشت في الحوار ده مع نفسها قالت خلاص انا اخذت الحجاب باب واخش الحمام طيب فمجرد ما عملت الحاجه دي قامت الشلت ورجعت في مكانها ايوه قامت امها رجعت للشيخ يا شيخنا الزوله دي وقعت قال لها فكت الحجاب قلت له ايوه فكت الحجاب طيب الآن لبسته قال لا ما بيشتغل ليه لازم ترجع 6,645,000 بيجا تاني موضوع زي ده بيجا تاني فبيجا ده الجانب بتاع السحرة والدجالين هو ما بيشبع منك وهو لازم تمام يطلب منك مقابل هذا الشيء أشياء محرمة طيب زي في جزء تاني بيقول لك أنا بجيب لك اللي أنت دايره أنا أملك كذا وأجيب لك القروش اللي أنت دايرة يعني ما برضو بغوي الناس بكذا في النهاية هو كذب هو خداع يعني هو لا يملك مال عشان يجيب لك مال إذا كان هو يملك مال فيغني نفسه تجده قاعد تحت شجرة
او في اقرب ركوبه وهو شغال السحر. بس الان في بعض الشوارع يقول لك انا املك حاجات حي اسمها يرقى المحبه، تلبس الحجاب ده الدنيا كلها تحبك. وحقيقه في الاسحار موجوده صح كده حقيقه هو تعمل كده. ايوه نعم، هي الموضوع ده كله هو عباره عن كويس اسم شنو عقد ونفث واحرف وارقام وجداول استخدمها هذا الساحر باتفاقا مع الشياطين. عامل معاون زي ما قال استاذ يونس، عقد توكيل. ايوه ما هو اصلا الشيطان ما بيجيك، هو باصله كده يجي يقول لك تعال بقيك ساحر الا انت تمشي له تسعى. ايوه تسعى وراه طوالي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال رجال من انس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، اي اتعبوهم. فهنا هنا ده الساحر. اما صاحب القران الكريم الذي يعالج بالقران الكريم لا يطلب اسم امك ولا ميلادك ولا بيطلب منك اي شيء. طيب تعرف كيف انه 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 الشخص ده اللي انت عاوز تقرا عليه ده هو مصاب مثلا؟ ما بتقدر تعرفه الا تقرا القران. في البدايه هو بيقوم بيديك اعراض المشكله بتاعته. مثلا بحس بمشاكل صداع، ضيق في التنفس، لفت راس، تقول في الجسم، تمام؟ ما انت الاعراض بتاعتك دي كلها هي اعراض ولا عضويه ولا نفسيه في المقام الاول صح. لكن بعد القران، بعد ما انا اقرا عليك الرقيه الشرعيه، بعد ذاك بتجه للاتجاه الاخر وهو ايه؟ انك انت مريض بالعين او الحسد او السحر او المس خلاف كده. لا احيانا وانت بتقرا القران، يعني انا برضو داير للساده المشاهدين تديني يعني مشاهد ناس انت يعني قرأت عليهم القران وشفت ناس يعني يعني في ناس في بعض الشيوخ يقول لك والله احنا تحدثنا مع الجن يعني انه فلان ده ملبوس. طيب المساله بتاعت التحدث بتاعت الجن هي مساله بتاعت خلاف بتاعت التحدث تمام. ولكن كثير ما نرقي على الناس ويستحضروا تجون مثلا تنميل وتقل في الارجل، شلل تمام، ومثلا يحصل له صرع ويصرخ وكذا. فهي حالات كثيره جدا شفت باذن الله سبحانه وتعالى. بنشوف في الدراما انه كيف اخرج بمثلا اصبع واخرج بكذا عشان ما اضره، دي كلها دراما يا استاذ يونس ولا؟ لانه برضه الدراما عندها تاثير برضه على الواقع. طيب الكلام ده طبعا الاصل في المساله هي قراءه كلام الله صحيح. فيقال العصا بضاربها، يعني انت قوي هتمسك العصاية تمام وحتضرب ضربة تمام. طيب نحن نجيب في أنت قوي وماسك العصاية قوي تضرب ضربة قوية. نطلع الفاصل نعم ونرجع نتواصل في الموضوع ده خليكم معنا. مساء الخير وأهلا بكل السادة المشاهدين في كل مكان. نحن يا جماعة حقيقة مجتمعنا ده محتاج والله لقاعدة كبيرة شديد، والقاعدة في الأسرة الناس تتناقش في مواضيع عندها علاقة بأنه السلوك بتاعنا تغير كثير ومحتاجين يعني نقرب من رب سبحانه وتعالى كثير. الناس حصل بيناتها فرقة وحصل بيناتها إشكاليات كثيرة جدا، والناس ذاتها بقت بس دايرة أي حاجة بأي سبل يعني، ودي حاجة خطيرة جدا. أنا برحب بكم مرة ثانية. وآخر مرة يونس وقفنا في مرحب برضو بأستاذ علاء، وقلنا في زول عنده عصاية قوية ده ما أعتقد يكون عنده إشكال. طيب أي وقفنا في القول أن العصا بضاربها والكلمة بقائلها. ربنا سبحانه وتعالى ذكر مواطن الضعف والقوة. قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. لأن الناس اللي يلقى له ركعة ركعتين بالليل يكون قوي في كلامه، يكون قوي في 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 حراكه، الجن يهابه. فالكلام ده كان أخذناه بالرقية، أنت ترقي وتأثر على المحتاج للرقية وذاك يرقي ولا يؤثر. فيحكى أن الإمام أحمد بن حنبل كان كلما جيء بمريض يكون مشغولا يرسل حذاءه، فبعد وفاة الإمام أحمد قالوا الجماعة قالوا فلان مريض مش يجيبوا حذاء الإمام أحمد. فقالوا نطق الجن قال لهم كنا نخاف من صاحبها ليس من النعل. فالقوة أنت تكتسبها من قربك من القوي صحيح. إذا كنت
قريب من القوي حسب التحالفات الحاصلة. الدول الضعيفة تلقاها تمشي شنو؟ الدول الأقوى تفتش ليها الدول كده. فيلا أنت كل ما احتجت لقوة أو إذا داير القوة البدنية العقدية النفسية ألجأ إلى القوي. القوي هو المولى جل وعلا. تؤمن بالله سبحانه وتعالى بأنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأن ما أراده الله كان وما لم يريده لم يكن. أنت هنا قوي. فحتى السحر ذاتهم لما يجي تقول له دايرك تعمل لي لفلان يقول لك فلان ده ما نقدر عليه، يلا يقول لك دي عندنا فيها قصة. أيوة. أنا عندي صديق لي ما دار أذكر اسمه. أيوة. أنا الأشياء دي عاملين له حاجة ولا شنو؟ فصديقي ده جاء زي ما يقول له شيخ عرب. تمام. جاء في موقع من المواقع اللي لقى مشكلة كبيرة دائرة نسوار الحلة الشاكل أن تقبض به شعره وفي الوقفة. أيوة. أزواج المتشاكلات موجودين ما قادرين. جاء وقف قال لهم هو يا حريم هوي حكم بعض. أيوة. ولا اشتغل به مش عنده كربات جامد جاوه. أول بدأ بأزواجهم الواقفين ما قادرين ما هي القوة. أيوة. ما أنت تبقى أنت أصلا تعالي القوي عشان تبقى شنو؟ صحيح غوي. فقام قدام لك صوت صوت ومشى للحريم دي الوحدة قالت له والله أصول بس فيقال أنه مشت لمت العند له من الذهب الجرامات وخطتها للدجال فلان بس فقام مشى قال لا تعال اليوم الثاني استناه صار الذهب ده قال لا تفضل انا ما اقدر للزول ده. فيلا هو قبيل ما كنا نقول يقول انا مالك الجن اتضح لنا انه هو الجن مالكه وتوكيلات. انت تاجر صغير زي البضاعه لما تطلع من المصنع يقوم يشيل ونه الوكيل الوكيل من الوكيل تطلع لتاجر الجمله من تاجر الجمله تمشي لتاجر القطاعي للمستهلك. نفس الصورة الجن لا يختلف عن عالم الإنس أبدا. فهو أصلا ضعيف. وفي قصة في السيرة أن صحابي الجليل أبي بن كعب مر أمامه كلب استفزه الكلام ده فقام مسك الكلب. الكلب قال له أطلق صراح. قال له كلب يتكلم. قال له أنا من عالم الجن. فقام هزاه الصحابي الجليل أبي بن كعب قال له ما لي أراك هزيلا. شوف قوة الصحابي. يعني إذا كان السجانة كلب بجاي مري ما يزول يقدر يستلم الكلب لأنه ده حياسي صح جمار قدامي كده. فاستفزت الصحابي فقام قال له كلب يتكلم. قال له أنا من الجن. قال ما لي أراك هزيلا. قال أما علمت أني أقواهم. ده أقوى واحد من الجن. فإنت كل ما بيجي ضعيف كل ما الجن صادق بيجي شنو؟ أقوى أقوى. وكل ما بيجي قوي كل ما ضعف كل ما قال ما سلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجا وإلا وسلك الشيطان فجا آخر. طيب الفرق بين الجن والشيطان شنو أستاذ علاء برضو يعني في الحتة دي؟ الفرق بين الجن والشيطان الجن آمنوا بالله سبحانه وتعالى بمجرد إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بعبادة ربنا أحدا. وأما الشياطين فهي أبت واستكبروا وكانوا من الكافرين كما قال تعالى إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالشيطان هو العدو الحقيقي للإنسان. أما الجن والإنس خلقوا للعبادة وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فالشياطين هي التي تتسلط على الإنس وغالبا هي التي زي ما قال دكتور يونس إنها هي بتعمل شراكة مع الإنس هي عبارة عن شركة. بعدين الناس زي المتطورين نحن خلينا نقول برضو ولا كيف السجورس الناس زي تطور تطور رهيب ناس زي إذا رجعت لحياتهم في بعض الناس صرحوا قالوا عالم الانترنت والعالم بتاع كنت أقرأ في كتاب اسمه حقيقة الجن والشيطان. هم أصلاً الشياطين ما هم اللي تمردوا على أمر الله من الجن زي ما عندنا المتمردين على أمر الله من الإنس
ربنا ذكرهم قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فربنا أداهم القدرة زي ما أنت عندك قدرة في الفهم وذاك ما عنده وذا عنده قدرة على حمل 50 كيلو من الحديد وذاك يحمل 100 أي زول مقدراته تختلف من الثاني. صحيح. فالجن ربنا أداهم القدرة على الطيران وعلى حمل الأشياء الثقيلة. شياطين. ويلا الشياطين عرفته. كنت أقرأ في كتاب فقال واحد من لا أنا صنفت الكلام ده إنه ساحر. ماذا أذكر اسمه لأنه في بعض الناس تذكر اسم ذول حبيب لودة. في الكتاب ده قال في محامي عنده مصر تقريبا عنده قضية في مدينة فقام مشى لما مشى هناك فتح الشنطة ما لقى ملف القضية فقام اتكى على الترابيزة اللي قدامه المعاودة قال لي مالك قال له والله عندي ملف القضية والآن أنا داخل ابنه قال له مفتاح المكتب قال لي تعمل بشو قال لي أخي جيب المفتاح فقام شال منه المفتاح ورموه بالشباك قلت ملأ زعل وقام تاني نزل على الناي فقام قال لي أرفع راسك ناول الملف قدرة لكن القدرة دي تجي كيف نحن مشكلتنا في إنه هل الجن يملك الإنس ولا الإنس الشيطان يملك الجن الإنس ولا الإنس هو المؤثر. القرآن يوضح إنه العكس. السيد واحد يقول لك أنا مالك الجن وذاك مالك ناي وذاك يقدر هو ما يقدر هو أصلا اتقدم بقرابين كفرية للشياطين فصاروا ينفذون له ما اتفق به عليه يعني عملوا عقد عقدي هو يا يجيك الكلام ده موروث يا يكون يأنس فيك الكفاءة شافوا الصفات بتاعت الوكيل ده الوكيل ده ينفع معنا ايوه ده بينفع يقدر لنا غرضنا كويس ما هي اصلا شنو نظرتهم وفي ناس كتار جاتهم الشغله دي مواريث ورفضوا لانه قربهم من المولى جل وعلا انا في واحد كده وارث الكلام ده من اهله كابرا عن كابر لما وصلته الدعاء يقولهم طبعا الولايه لانه ربنا سبحانه وتعالى حتى في الاولياء ذاته بين قال الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم بالعكس من النور إلى الظلمات هناك ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فالناس بيقوا الضعيف من العوام نحن نقول تفصيل تفصيل عوام وعلماء هو تفصيل حقيقي موجود العامي هو ما فاهم حاجة يعني إذا قام جات ريح الشمال تمشي بيه جنوب وريح الجنوب تمشي بيه وشو ذكرهم علي بن أبي طالب قال الناس ثلاثة قال عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاء يصفقون وراء كل ناعق ويميلون مع كل ريح عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر الناس تبعا للدجال الدجال الكبير النساء ففي الأثر إنه يذهب أحدكم إلى السوق فيشتري حبلا ليربط أخته أمه زوجه تربطهم عشان ما يمشوا لأنهم أكثر الناس اللي بيمشوا على الضعاف فمن الرجال في ضعاف سببه الضعف ده يكون يا عقيدة يا جهل بالعقيدة الصحيحة. طيب كيف يستطيع الانسان استاذ علاء ان يعني مثلا انا ممكن ارغي نفسي بدل امشي لشيخ وكذا احسست ببعض الاعراض اللي انت ذكرتها في الاول يعني اكيد افضل حاجه انك ترقي نفسك بنفسك و الرقيه ذاتها انك ترقي نفسك بنفسك سهله جدا يعني وموجوده في الشرع اولها رقيه جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد والله يشفيك انت لما تيجي تقول لنفسك تقول بسم الله ارقي نفسي من كل شيء يؤذيني من شر كل نفس او عين حاسد والله يشفيني وصوره الفاتحه سبع المثاني والشافيه وهي الكافيه باذن الله سبحانه وتعالى والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي واللهم رب الناس أذهب البأس أشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما وما في نية أقوى من نيتك أنت
يعني انت لو حتمشي للشيخ لانه هو شيخ مبارك انت ذاتك مبارك، مجرد الخمس صلوات انت انسان مبارك يعني. نلت بركه الصلاه، تنال بركه الدعاء، تنال بركه الشفاء باذن الله سبحانه وتعالى، ما محتاجين نمشي للراقي نحن. تمام. طيب استاذ يونس، مع التطور اللي حاصل برضو المظاهر دي برضو كثرت، يعني السوشيال ميديا دي ما خلت حاجه، وبعدين سهلت الوصول للاشخاص ضعاف النفوس اللي انا استطيع انه يعني انفذ اشياء من خلالهم، يعني اساس زي الجرائم اللي احنا ذكرناها، الدجل، السحر، تدخل القناه الفلانيه، مش عارف الصفحه الفلانيه، تقرا كده حتلقى ان انا اقرب منك، يعني في حاجات ذاتها خطيره بتحصل يعني، وللاسف الناس ماشيه وتفتح وتشوف وهي ما عارفه حاجه. ما هي اصلا الجريمه تتطور كل ما تطورت العلوم. ويبدا المجرم، يعني انا مثلا لو كنت كتال لو ادوني سكين وادوني بندقيه حاشل شنو؟ بندقيه حاشل بندقيه. طيب انا دار اصل لزول يحتال عليه، انت جيت في دي ذاتها، يعني ناس انت لو كتال ادوك اشيل سكين ادوك سكين دقيقه. نعم. انت بس اصبر لين جايك. نعم. بشوف التطور ده. نعم. لو ادوك سكين وادوك زي ما قلت سلاح. نعم. وادوك سلاح اخر قال لك امشي لفلان ده بيزبط لك الموضوع ده، حتمشي لفلان الثالث لانه انت حتكون بعيد من القصه، صح؟ لانه الهدف شنو؟ اي الهدف القتل. صحيح. وانا داير القتل ده زي الصفقات، يعني اكون بعيد من الموضوع، يعني انا لا شلت سلاح ولا اقول انا ما قتلته، انا عملت كده. فكل ما تيسرت لك، حتى الان لو قال لك سافر بالقطار عندنا تذكره بالقطار وعندنا بالطائره. يعني انت اذا اصلا الا يكون عندك هوايه تركب القطار. لكن لو انت داير السرعه ولو داير الراحه ولو ده حتختار الطائره. طيب في بعض الاقوال يقول لك والله فلان ده كان معانا فجاه لقيناه في الصعيد الفلاني، يعني ده سافر بشنو ده؟ ده التأثير المرسل، ده التأثير المرسل. السحر أحيانا يكون مرسل، يعني مرسل لك شيطان مأمور، في شياطين يجوا مكان معين، يجي البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرئ سورة البقرة في البيت لا يستطيع أن يدخلها الشيطان، يجي المكان ده يبكي. زي الجندي ترسله تقول له من هنا أمشي جيب لينا أخبار العدو من داخل المعسكر. قاسي جدا جدا الكلام، صعبة. يعني ممكن يمشي، لكن في بعض الناس طوارئ شنو يقوم يرسل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رسل معاذ قال إنك تأتي، وراه كل الناي كيف سهل له، والمهم عشان كده مشى، يعني ما مشي سايف. فأنت لما تمشي بوصف يختلف لما تمشي بدون وصف. فالكلام ده هو اصلا ما يحصل فجأة، هو اصلا سحر، ويحصل ناي بعد فترة. يحصل الشيء المطلوب هو تقييم القدرة على التفكير، فيلا انت تنقاد، ودي ما بتجي بسهولة، لانه في ملائكة حفظ في الصباح وملائكة حفظ في المساء. ربنا سبحانه وتعالى يعني وضع الانس جو متأخرين في الكرة الارضية، قبلهم سبقوهم عالم الجن. فهم موجودين معانا، ويحصل بينهم اقتتال في زمن المغيب، اقتتال ما عاد. عشان كده تلقى الطفل هو اصلا دخل عليه وجين يقول له اسكت ويخبطوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كفوا صبيانكم حتى شنو؟ حتى فالجن في وقت المغيب يقوم يحصل بينهم صراع، يكونوا هاربين من بعض. فوقت ما يلقى له مثلا اي مكان امن له، لو لقى له طفل خاصه الاطفال، لان النبي صلى الله عليه وسلم وصى انه اللي قال له اي حاجه مفتوحه يقوم يدخل، اللي قال له يهرب لحد ما تهدأ الامور من المرده. نحن للاسف وصلنا للختام، لكن افتكر الموضوع ده محتاج تاني زمن نتكلم فيه، لانه حقيقه يعني الاشياء دي كثرت كثير، والناس للاسف يعني ماشيه في الاتجاه دي. وزي ما قلت انت حتى في وسطنا الاجتماعيه في الونسه كده الناس بيتناول الموضوع ده. انا اشكركم شكرا جزيلا استاذ يونس لوجودك معانا، شكرا جزيلا استاذ علاء، واتمنى انتم تكونوا معانا ان شاء الله في الاسبوع القادم لو ربنا اراد. ان شاء الله. اشكركم شكرا جزيلا. الف شكر لكل الساده المشاهدين في كل مكان تابعونا عبر شاشه قناه النيل الازرق، ونشوفكم على خير.